وما اتجوزتيش بعديه؟ لا ولا مره؟ ولا مره. ولا حبيتي؟ لا اكيد طبعا، مش معقول يعني المده دي كلها ما حبيتش. لا حبيت طبعا اكيد، بس ما ارتبطتيش ولا مره؟ مش عارفه والله، كنت دايما متخوفه من الارتباط، لان جالي عقده على فكره، لان عارفه يعني كنت حاسه كده ايه، كنت دايما كنت افكر زي اي اتنين متجوزين في خلافات، طب انا هتطلق ازاي، انا مش عارفه اتطلق، يعني هو برضو كان هيبه وشخصيه كبيره وجامده وانا برضو كنت يعني مفعوصه، يعني مش يعني هو غول حتى في خناقاته، يعني كان عارفه تحسي، انا بابا عمره ما ضربني بالقلم يعني، فهو كان في خناقاته كنت اتخض منه. هو ضربك بالقلم؟ لا لا لا، مره اداني، كانت مره واحده في حياته يعني، كنا في لندن ومش عارفه ايه، وكانت قصه يعني كده، وكان يعني يتخانق معايا خناقه كبيره يعني على حاجات تافهه يعني، غيره بقى وكده وحاجات يعني، ولقيته اتخانق معايا بقى، وكانت علقه جامده جدا، حتى الله يرحمه بليغ حمدي وخالد الامير كانوا هناك في لندن شافوه، كنت هموت فيها دي، قال له انت مجنون، دي لو خرجت دراع دي تخش السجن. الله يحسن كويس انك اتطلقت.